السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم ان شاء الله تكونوا بالصحه والسلامه، بصحه جيده ونهاركم مبروك. اليوم كيف تشوفوا بزاف تاع الالوان، كتعرفوا دابا الجو كيفاش داير. فراسكم اول مره كنشوفها انا في حياتي. نط مع الصباح لقيت الثلج فوق الطوموبيله، تعجبت. نورمالمون راه دخل غاديش يكون، ما خصش يكون عندنا الثلج. تعجبت ودابا والله العظيم كلشي مريض، كلشي عنده لاغريب. ايوا نشكي عليكم نشكو على الله سبحانه وتعالى. هنا عندي 4 ترويزات تاع الثومه، هنا عندي 4 تاع الحبات تاع الفلفله، لا 3 تاع الحبات تاع الفلفله، حسبت هذوك هادو ما خصنيش نحسبهم. فلفله حمراء صفراء، وعندي حبه تاع البسباس وبطيطه. درت زدت واحد البطاطا، هي اختياريه. هو انا هذا الحوت كيطيب غير بالبسباس والفلفله والمطيشه، كيجي روعه 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 وزال. هنا غندير هذاك القزبر ومعدنوس مع البرد، هادشي هو اللي غادي يصلح لينا ان شاء الله. هادشي راه كنطيبو غير انا وراجلي اللي غناكلو هاد الحوت، راه الدراري ما غاديش يذوقو هادشي. بشكون اللي شمو تيقول لك لا، وما خصهم يكون مقلي ولا يكون هكذا، ما فيهش داك الشويكات صغار ولا. ندير واحد المعلقه تاع البزار، معلقه تاع الفلفله حمراء، لا هذه ما حراش، معلقه تاع الزعفران ولا خرقوم، كل واحد شنو كيقول له صغيره. هذا داك الزعفران نهرق، عندي شويه تاع القزبر يابس، هذا واحد رويس تاع المعلقه تاع وراء زوين. القزبر يابس والله الا ميم هكاك حبوب، تخويه في كاس تاع الماء، طيبوا الماء وتخويوا عليه وتشربوه، والله العظيم الا راه غزال مليحه، في بزاف تاع الفوائد القزبر. الكويس ديال الماء اللي غنخوي على هذا هو الكويس صافي اللي غادي نديرو به كلشي باش غيطيب لينا هاد الحوت. دابا غنطحن هاد القزبر مع ديك العطريه اللي درت وكلشي مع ديك التويمه. ايوا والله يلطف بينا ويلطف ربي بجميع المسلمين والمسلمات اجمعين. الله يشوف من حالنا كاملين، ربي يلطف بينا يا ربي. كنطحنوا كلشي تيوش عليا الصوت راه مهرس والله العظيم. واحد لاكريب انا راه انا وولادي في الدار، ما عرفتش كيفاش كيصراني. انا الصباح كنصبحو الصوت ما كاينش باح، كنا بالك كوز دو شوفاج، راه حنا نقصنا الشوفاج، ولكن نجمع غير هاد البلاصه. نتوما كيكون الحوت بحال هكا كيجريو عليا، كيقول لي خرجي دي صوبيه برا باش ما نشموش الريحه. نتوما عندي هنا دوك جوج حوتات، ندير لهم ديك العطريه ديالهم، نخص نشرم لهم. انا قطعتهم هكذا فلحتهم شويه باش تدخل فيهم ديك العطريه. شتوني تعمدت هنا، راني ما درتش الزيت، زيت غنديرها زيت الزيتون غنديرها هي الاخرى، حيت الا درنا الزيت مع هكذا العطريه اللحم ولا الحوت ولا الدجاج داكشي اللي كنشرم له ما كيشربش لنا العطريه، ديك الزيت كتمنعو يدخل. علاش بنتي راك صغيره قالت لي واش كديري لها المساج؟ غنديروا لها ماشي المساج، ديروا لها الحمام. الدراري صغار سبحان الله العلي العظيم كطيحوا عليهم شي افكار. باش تفرشت هذيك البسباس هي الاولى في هذا البلا اللي كيدخل الفران، دزت عليه دوك البطيطات، زيد عليه دوك الفليفلات. شو كنستفو كلشي ديك الخضيره اللي عندنا،
زيدوا هذيك حبيبه تاع مطيشه اللي كاينه، عندي هذه المطيشه كبيره سمحوا لي. صافي غنستفق من دوك الحوتات ديالنا، الحوت هكذا حتى لو بغيتي تشوي دخلو غير هكذا في الفران بوحدو بلا ما ديك الخضره ديك الخضره تشحروها بوحدي حتى تقدروا. غادي نزيد داك شويه ديال الماء اللي بقى في الكاس صافي، وهكذا عاد غادي ندير شويه دابا غندير شي نص كاس تقريبا ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون كتجي زوينه مع الحوت هكذا وهاد وداك البسباس والفلفله. الفلفلات الحارين ضروري ما نفرطش فيهم انا. صافي هكذا غندير عليهم واحد البابي كويسون وغندخلهم الفران حتى كيطيبوا مزيان، وكنحيد عليهم ديك البابي باش تحمر لينا هكذا شويه داك الحوت من الفوق. شفتوا انا راه غندير هنايا انا ما كندير لا بيبليسيتي لا والو ديال الزيت البنات، عندك شوفوا راه حيت انا وليت القرعه بلا ما كتعجبني زيت الزيتون هكذا في الحوت. تقريبا هنا انا غندير واحد نص كاس هادشي يطيب تيفوت لي واقف ديك الزويته ديالو وكدا كيجي زوين. ويلاه البنات الا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش البنات ديالنا ابوني قولوا لايك البنات، هادو البنات اللي بحال دخلوا مرحبا بكم السلف مرحبا، والبنات اللي معايا صحباتي الله ييسر لكم الامور في هذا النهار. وتنشكركم بزاف على التعليقات ودرنا البارطاج البنات البارطاج البارطاج. هانتوما ملي كيطيب كيجي غزال والغديوه ديالنا بالدراري شمو هادشي كلشي طلعوا هربوا الفوق شتو كيبقى يطيب حتى كيبقى واقف ديك الزويته ديالو كيجي غزال. ما نعاودش لكم وبسلامتكم معايا، والبنات اللي كيتوحموا سمحوا ليا كنطلب منكم السماحه والله. ايوا مشهيتكم في هذا النهار وخليت لكم الراحه وبسلامه.